معنا. طيب في الخبر الثاني، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لفتاة تقوم بإرشاد الطائرات، ولكن هذه الصورة طبعا تم تفسيرها بشكل خاطئ، لأنه هم كانوا يعتقدوا أن هذه الفتاة هي موظفة ضمن فريق لخدمات أو الخدمات المشغلة للطيران الخاص، لكن هي كانت ضمن برنامج تدريبي يتنفذه أحد شركات الطيران الخاص، وكان من ضمن البرنامج هذا أنها هي طبعا تجرب كيف تتواصل أو تدي الإشارات للطائرات وكيف كانت تستقبلها. طبعا يعني ما أعرف أنت إيش رأيك في هذا الموضوع؟ إحنا طبعا تواصلنا مع إدارة المطار والشركة المدربة، إنهم كلهم قالوا إنه هذا الخبر غير صحيح، هي ليست موظفة في المطار، ولكن زي ما قلتي هو إجراء تدريبي روتيني بالنسبة للطالبات اللي بيدربوهم. أعتقد يعني في زي ما سمعنا إنه حيكون في سيدات حيشتغلوا في برج المراقبة وزي كده، فيمكن يعني هم بيدربوهم يمكن عشان مستقبلا يعني يهيئوهم إنهم ينزلوا بالفعل مثلا يمسكوا الأشياء دي وكذا، يعني ما في شيء صار مستغرب. كده خطوة أولى بالضبط. بكل حاجة دائما في خطوة شكرا. أولى فممكن يعني هم إنه الآن بيهيئوهم إنهم يتدربوا على أساس خلاص بعد كده ترى خلاص يا جماعة إحنا صرنا في كل مكان. أنا هذا اللي بدي أقوله يا جماعة، لا تستغربوا يعني إنه دائما نقول إنه تناقلوا خبر سيدة، ترى عادي حتشوفونا في كل المجالات. بالضبط. أتعودوا عادي، حتصير هذه أخبار عادية. طيب مشاهدينا نطلع فاصل ونكمل معكم باقي فقرات سيدتي.